وقد بدأ حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم جولته التفقدية الكريمة بين مناطق وولايات السلطنة في ربوع الوطن العزيز في صباح يوم 14 من شهر فبراير عام 1989، مؤكدا جلالته استمرارية هذه الجولات المباركة الميمونة وجدية أهدافها ونبل غاياتها. من رؤية ثاقبة لجلالة القائد انطلقت الجولات التفقدية الكريمة، وعلى أساس فكر القائد حفظه الله الذي يؤكد على اعتبار سياسة التقريب بين الحاكم والمحكوم مبدأ أساسيا من مبادئ النهضة العمانية، يتجدد اللقاء بين القائد والشعب. وقد استهل جلالة السلطان المفدى حفظه الله جولته المباركة بزيارة المنطقة الداخلية مرورا بمنطقة الرسيل وفنجة وبدبد وسرور. وقد تحول الطريق الذي سلكه الموكب السامي على امتداده الى مهرجانات استقبال شعبية رائعة وصور متتابعة من الجموع الغفيرة شيوخا وشبابا ونساء واطفالا وطلاب المدارس الذين احتشدوا بالالوف معبرين لقائدهم المفدى عن الامتنان والتقرير والولاء والعرفان. وقد عم الجميع البشر والتفاؤل برؤية القائد وتجدد اللقاء بين جلالته حفظه الله ومواطنيه. المواطنون على جانبي الطريق يهتفون بحياة قائد المسيرة معبرين عن حبهم العميق الصادق لجلالته حفظه الله ولهذه الجولات المباركة التي ترتبط دائما في ذهن المواطن بالمكرمات السامية من جلالة السلطان المعظم لأبناء الشعب لينعموا بالخير والرخاء والطمأنينة. الموكب السامي يتابع المسير ويمضي في رحلة جديدة شاقة طويلة، والاستقبالات الحارة من أبناء الشعب لجلالة القائد تزداد كل مرة، مشيرة بوضوح إلى الجدوى والقيمة الكبيرة لاستمرارية الجولات التفقدية الكريمة التي تحمل البشائر للمواطنين في كل بقعة على أرض عمان. المشاعر الصادقة من الجموع تتدفق بعفوية سرورا وابتهاجا بلقاء قائد عمان المفدى وباني نهضتها المعاصرة. وحرص جلالته أن يشق موكبه السامي شارع ولاية سمائل، بينما أخذ المواطنون على جانبي الطريق يهتفون بحياة قائد المسيرة ويرددون الأهازيج الوطنية المعبرة عن حبهم العميق الصادق لجلالته، تعلو وجوههم البسمة والفرحة. موكب الخير مقلا جلالة القائد حفظه الله يمضي شاقا طريقه بين ربوع المنطقة الداخلية من عمان وسط الجماهير المحتشدة لتقديم آيات الولاء والعرفان للقائد كأروع مثال للتلاحم بين القيادة الواعدة والشعب الوفي، ولعمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكتجربة خاصة تجسد على أرض الواقع أروع صور الديمقراطية المباشرة دون نظريات موضوعة. تعبر روح اللقاءات المتجددة بين جلالة القائد وأبناء الشعب العماني الأصيل عن معاني الحرص السامي من لدن جلالة السلطان المعظم
للتعرف على حال المواطن في موقعه، كما تجسد جهود جلالته حفظه الله من أجل الإنسان العماني ورعايته وإعداده ليكون قادرا على مواجهة متغيرات العصر، واعيا لدوره في ساحة العمل والبناء.